غادي نقدروا عليه حيت دوزنا راه واحد الفتره اللي هي بزاف ونقدروا نصبروا شي جوج سيمانات ان شاء الله ويكون الفراج. حيت حنا حسينا بان قالوا 90% تقريبا الحالات بداو تيديروا، الا كانت في الخدمه ديالنا هاد الحاله هادي راه نصيبو نقدروا نصبغوا كان جور ولا 20 جور اخرى ماشي مشكل، مصلحه الشعبيه الاولى، مصلحه الدوله وما دير فهمتيني. مي هو جو في واحد الظرفيه ديال الصيف الناس تبغي تخرج تبغي تبدل الجو، راك عارف العام كامل وما الخدمه وجا هذا المرض هذا، الناس تبغي تسافر كما عارف شهر 6 7 و 8 راه تيكون فيه حاله ديال السفر حتى لشهر 9، ولكن حنا غادي نزيدو نصبروا ويدير الله التاوي ديال الخير. بزاف راه تقهرنا والله، ماشي غير حنا اللي تقهرنا، الشعب كامل تقهر والله، والله يحسن لهو الجميع اخويا بنادم راه تقهر. ونتمنوا ان شاء الله يسالي هذا الشيء في هذا الاجل اللي يعطاو ان شاء الله. لا نقدروا عليه، لا راه مزيانه يزيدوا حتى 15 يوم، مزيانه ماشي احنا ماشي ضد هذا الشيء، مزيانه يزيدوا 15 يوم، علاش؟ باش تتم السيطره على الوباء، دابا الوباء تسيطر عليه في المستشفيات وهذه الناس كيتشافوا الحمد لله، بحال الاول البارح تشافت 517 واحد، فهمتي؟ مزيانه يزيدوا 15 يوم باش يسيطروا عليه على برا، لان هنا على برا باقي ما تسيطرش عليه، بنادم راه باقي بحال شنقول لك، بنادم راه ما مستوعبش هذا الوباء هذا، بنادم راه غادي على الله ما فاهم والو، كيقول لك لا إلا زادونا 15 يوم راه حنا صافي غندير، لا بالعكس راه الا زادوا لا الحمد لله الدوله كتخلص، راه باقي 3 شهور، باقي شهر واحد راه الدوله خلصتهم 3 شهور فهمتيني. الحمد لله الانسان مزيان يزيدوهم واحد 15 يوم، انا سمعت بان غتزاد واحد 15 يوم ولا سيمانه، راه مزيان تزاد هذيك 15 يوم باش تتم السيطره على الوباء. احنا كمتضررين احنا راه مضرين، احنا ما كرهناش يطلقونا من غدا، انا عامل ديال مقهى، انا سرباي في مقهى، ولكن راه ما عندنا ما نديرو، راه ضروري خصنا تنسيطروا على الوباء. واش بنادم غادي يخرجوا بنادم ويقول لهم صافي طلقوا خرجوا، غتسمع ولات كطيح 500,000، حنا راه ما عندناش امكانيه ديال 500,000 طيح عندنا فهمتيني، امكانيات ما عندناش. كنتمنى من سميتو من الشعب المغربي ومن الناس يصبروا، ماشي مشكل حنا صبرنا 3 شهور دابا ما نقدروش نصبروا سيمانه ولا 15 يوم اخرى. حجر الصحي راه مزيان، ولكن الناس راه مضروره بحال غير الخدامين غير المهكلين فهمتي، وراه الله يصوب من عنده صافي هادشي اللي نطلع. خويا بالنسبه للحجر الصحي راه شويه تكرفصنا على شحال هذه دابا المده، حنا مريحين ما خدامينش، ولكن مكتوب شي حاجه غنزيدوها ما كاين حتى مشكل، ما حنا من الناس، هادشي اللي قسم الله هو هذا الحمد لله، الله يجينا ويجيك من هذا الوباء. الخدمه انا شفتي صناع تقليدي مريح، هذه دابا راه ملي بدا الحجر الصحي وانا مريح. ماشي مشكل، حنا بغينا الصحه ديالنا هي كل شيء، يعني الا كان الحجر الصحي غادي يعني غادي يفيدنا، يعني واخا نبقاو في الدار ماشي مشكل. شنو نقول كنقدوا على الحجر الصحي، ولكن حنا كاينين ديجا خدامين اصلا الحجر الصحي، اشنو هو بطبيعته انا ما كنخرجش من الدار، حنا ديجا خارجين من الدار دابا، ديجا خدامين خارجين من الخدمه، الحجر الصحي كاين غير في الليل، ما واخا يزيدوا ديجو غادي اللي قالوا كيقولوا غايزيدوا ديجو ياك، فما غاتكون سي با. ولا تزاد هنايا راه الحكومه اذا تقرر هي وزاره الصحه تشوف شنو كاين فهمتيني، والمواطنين عليهم يلتزموا، لان الحجر الصحي دابا راه ما كاينش دابا لا دواء لا والو لا هادشي، هذا الحجر الصحي راه هو اللي كاين وتا من قديم الزمن، من عاد ابرا فمشى للبيت الحرام وداكشي بغا يريبها، راه مشاو هذوك اللي ضربوا طير ابابيل راه خرجوا داكشي ديالهم ديال تضربوا من الكرش وداكشي، وجاو الطيور الجارحه تياكلوا هذاكشي، وفاش تيلوحوا هذاكشي بنادم تصاب العدوى هذاكشي، ولكن الحجر قديم هذا هو الدواء ديالو، اما الدواء ديالو ما كاينش بعد لحد الساعه ما كاينش. واذا تنتسناو من بعد 15 يوم شي 7 ايام اخرى في الوراق، اما راه ما كاين لا حجر لا والو، حجر باي باي، تلقوا كل شيء نلعبوا والعجب راك عارفه، غيزيدوا 15 وغيعاودوا يزيدوا 7 ايام، هذه هي السياسه ديال البلاد معروفه، زادونا شهر تبعونا 21 يوم عاودوا تبعونا، دابا تيقولوا مصادر غير موثوقه ولا موثوقه تيقول 15 يوم، هذه تشعل التليفون تلقى 15 يوم جايه في الطريق، اذا من بعد 15 يوم ان شاء الله تكون شي 7 ايام ويا غادا في الوراق، اما ما كاين لا حجر لا والو. حنا دابا الله بدينا العمل ديالنا وداك الشيء، وكنطلبوا الله زعما كاين اي حيد هاد المرض كله كاع، باش الطاكسيات تكرفصنا في المركوب غالي علينا زايد علينا الثمن وداك الشيء، كاين اللي استطاعته يخلص كاين اللي ما استطاعتوش يخلص داك الشيء.
انا بعدا تمحنت بزاف، انا الطاكسي 140 ولا بالفرانك، وعاد غادي الطاكسي اخر ثاني العين سبع، يعني بزاف فهمتي، انا خاصها شويه.